هاي. رياضة الفينجر ريسلينج أو مصارعة الأصابع المعروفة بفينجر هاكل جزء من بطولة سنوية بتعتمد على منافسة بين رجلين من نفس العمر ونفس الوزن قاعدين على طاولة مخصصة للعبة بيمسكوا حلقة حديدية بأصبعهم الوسطاني من كل ميلة والفائز هو يلي بينجح بسحب التاني لجهته. رياضة جديدة انطلقت بألمانيا وأقيم إلى بطولة رسمية بجبال الألب. تاريخ الرياضة قديم وعلى الأرجح كانت تستخدم لتسوية النزاعات بين القبائل بمنطقة جبال الألب بجنوب ألمانيا وبالنمسا. بيخضع المصارعين لتدريبات شقة والعديد منهم بيسحقوا كرات التنس بإيديهم والبعض بيرفعوا أثقال توصل لخمسين كيلو بإصبع واحد. مين قال إنه الإصابات منا شائعة بهالرياضة؟ ومن الحالات الأكثر شيوعاً بالإصابات هي انحباس الدم بالإصبع. أنا قال شوفكم بكرة.